المغاربة يستعدون لمفاجأة السعودية الخميس القادم، موعد مباراتها الأولى في نهاية كأس العالم، والتي ستواجه من خلالها منتخب روسيا مستضيف الدورة. المغاربة أكدوا أنهم سيشجعون منتخب روسيا كرد فعل اعتبروا طبيعي بعد قيام السعودية بالتصويت لصالح الملف الأمريكي في سباق الفوز بشرف تنظيم كأس العالم لسنة 2026، وهو القرار الذي شكل صدمة للمغاربة على اعتبار أن السعودية دولة إسلامية وعربية، وكان من الأجدر بها دعم إخوانها المغاربة. لكن ما حدث عكس ذلك تماما، حيث قال رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل شيخ إن بلاده تدعم استضافة الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم لعام 2026 على حساب المغرب.